ولا مؤمي تعال عايزي. هي البت اختك اللي عامله لي فيها نجمة على السوشيال ميديا دي بقالها كده يا حبه مختفيه. بس اقول لك على حاجه مؤمن، اختك حنونه دي حكايه في كوبايه يا ما تجيبش سيره اختي على لسانك انت يا حمار. انا حمار يلا؟ اه صحيح، ما انتوا عاملين زي القرع بتمدوا لبره. اه انت بتضربني يلا؟ طب يلا فتحي عليها فتحي عشان تعورني تاني يا مؤمن. تعور عادل الشمس. ايوه في ايه يا عمي؟ الحق يا عم محسن، ده الواد عادل شنش زي امام الغربان سايب عليه اكتئاب. ليه عمل له ايه؟ اصل عادل غلس عليه وشتم اخته حنان، اما مؤمن مسك تبقى وفتح له دماغه وانا بدور على عم عارف ومش لاقيه قلت اجيلك. هما فين يار؟ تحت في الشارع. طب تعالى معايا. اجي معاك؟ خليك انت يا محسن. انت يالا عيل صغير يالا يعلم عليا انا؟ اقول لك على حاجه ياه، انا مش هسيبك ياض غير لما اختك اللي عامله لي فيها نجمه دي تيجي تتذللي. وبعد ما اسيبك يا اقسم بدين الله لو سمعت صوتك لخلي الكلب يطقطقك، وعايز اشوف لك بقى يا مؤمن. ولا يا المرجله عندك تستوى على عيل صغير؟ الواد عيل صغير وقليل الادب ولسانه طويل وانا بربيه براضي نفسي يا اخويا. طب ما انت لسانك اطول مني، اسيب عليك الكلب واوريك ولا اديك على وشك عشان اربيك؟ انت عايز تجيب في سيره اخته واسكت. هو انا بس الواحد اللي بتكلم؟ ما الحاره كلها بتجيب سيره اخته. انا مش بفتي عشان حارك كلها نسوان شبهك. الدقر بيتكلم في الوش مش في الدار. اللي عنده كلمه محشوره في زوره يجي يقولها في وش مش في ظهري. وانت تعال الكلب بتاعك اهو، قسما بدين الله لو قطعت عليك تاني بتنمر حد من مخاليق ربنا بالكلب بتاعك هديك على عينك فيه، ولو اتشقلبت مش هرجحهولك. حاك عليك ما تخلوش يسواحك. يلا يا حبيبي خد هوا وبيه بعيد. يلا يلا.